مساء الخير. تغضب الجغرافيا أحيانا وكذلك يغضب التاريخ، وغضب الجغرافيا نحن نعرفه حين تثور لأسباب كثيرة عوامل طبيعية، فإذا بالبراكين والعواصف والزلازل وحتى انفجارات البراكين كما رأينا أخيرا على سبيل المثال في أيسلندا. غضبات جغرافيا تجمعت لديها أسباب وعناصر وعوامل وتفاعلات، والنتيجة أنه هناك حالة دمار تأكل أقاليم وتتعدى على أوطان. التاريخ يحدث فيه نفس الشيء، تتراكم عناصر وتفاعلات وتتراكم وأزمات ولا تحل، أشياء وحقوق واغتصاب وأشياء كثيرة جدا، لكنه كثيرا منها يبقى مكبوتا دون حل، ينتهز فرصة لكي ينطلق، وكذلك تحدث غضبات التاريخ. غضبات التاريخ عرفنا كثيرا منها في العالم العربي في التاريخ الحديث الذي رأيناه، رأته أجيالنا بمعنى أدق، زي كارثة فلسطين على سبيل المثال، حريق القاهرة على سبيل المثال، 67 على سبيل المثال. هناك مرات غضبات للتاريخ تتفجر فيها أشياء وتفاجئ كل الذين المحيطين بها وتحدث دمارا وتحدث مشاكل كبرى. في سنة 1970 كان باديا، خصوصا بعد زيارة جمال عبد الناصر السرية لموسكو ومجيء قوات سوفيتية للدفاع العمق ودخول صواريخ 3 إلى معركة، كان واضحا على وجه القطع أن هناك معركة قادمة، هناك حرب يعد لها وتعد لها الأطراف، وكل المعنيين بالأمور ينبغي أن يكونوا مستعدين لانفجار من نوع ما قادم بشكل أو آخر، وكل الأطراف تحاول فيما أظن أن ترتب مواقعها لكي تكون جاهزة عندما تجيء لحظة هبوب العاصفة. العاصفة كان واضح أنه مجال أو ميدان من أهم ميادينها سوف يكون في الأردن، لأنه أكبر شحنة غضب موجودة في المنطقة كانت الشحنة الفلسطينية، والشحنة الفلسطينية تحولت والأسباب واضحة من أول 48 وحتى من أول وعد بلفور ويمكن من قبله، واضح أنه كثرة الغضب الفلسطيني تتراكم وأنها لم تجد تعبيرا مرضيا عن نفسها ولم تنجح بالقدر الذي تمنته وهي صاحبة حق، وتجمعت عوامل وعناصر للغضب الفلسطيني، ثم لسوء الحظ تجمعت كلها بقى جبل الغضب الفلسطيني في واقع الأمر كله في الضفة الشرقية من الأردن المطلة على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل سنة 67، وبالتالي بدأ إن الأردن تحول إلى جبل غضب، وأن فوهت الانفجار، فوهت هذا الجبل المملوء بالنار والدمار والحقوق الضائعة والأسى والرغبة في المقاومة والإحساس بالحق الضائع، بدأ أنه يبقى الأردن جبل غضب وعمان هي فوهة البركان والكل يتحرك. ملك حسين وهو رجل ذكي قادر على مواجهة الحياة أو بيحاول سيرفايفلز زي ما بيقولوا، بدأ يرى هذا القادم، وبدأ يرى بالتحديد هذا الذي يتجمع في بلده في الأردن والذي يتحفز في عمان، لأنه تقريبا كل فصائل المقاومة التي تريد أن تكون قريبة من الأرض الفلسطينية المحتلة وجدت وساعدتها الظروف على أن تجد مواقع لها في عمان. بننسى مرات أن نص الشعب الأردني، شعب اللي عايش في الأردن في المملكة الهاشمية الأردنية ومن أصول فلسطينية، جنب أنه حتى سكان الشرق الأصليين شرق الأردن هم بالدرجة الأولى فلسطينيين، وكله جنوب سوريا، كله جنوب سوريا التاريخية في واقع الأمر. فبقت الوضع في عمان يقلق الملك حسين، والملك حسين يرى ما هو جاري حوله ويدرك أنه في تحولات رئيسية داخلة، وأن المنطقة متجهة على وجه اليقين إلى عاصفة، وهو يريد أن يؤمن نفسه. الملك حسين بنفسه لم يترك لأحد مجال أنه يشك هو عمل إيه. في مرات كنا بنشك يعني، والناس ليس لديها معلومات واضحة
عما يقوم بالملك. وأنا هنا برضو برجع أذكر أنه أنا لا أحكم على الملك حسين حكم قاطع، لأنه لا يمكن إطلاقا أن يحكم على أي سياسي إلا بمرجعياته، وإلا بالظروف التي كانت تحيط به، وإلا برؤيته هو لهذه الظروف. أحكام القيمة وأحكام التاريخ هذه لها مجالها، لكن إذا كان الكلام في السياسة فالفهم قبل الحكم في اعتقادي ضروري جدا. في ذلك الوقت على أي حال الملك حسين وهو بنفسه قالها، وقالها لمؤرخه أبي شلايم، وقالها بوضوح ومسجلة، تسجيلات كلها موجودة عند أبي شلايم اللي قابل الملك مرات طويلة. وأبي شلايم هو أستاذ تاريخ معاصر في أكسفورد، وهو يهودي، وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية جنب أنه عنده الجنسية البريطانية، وهو صاحب موقف أنا بعتقد أنا شخصيا حييته عليه مرة في أكسفورد، لأنه قال أنه الغلطة التاريخية في القرن العشرين، الغلطة الكبرى التاريخية في القرن العشرين هي إنشاء إسرائيل. وأنا قلت له أنك لو لم يكن لك إلا أنك قلت هذا بوضوح وأنت من أنت، أنا بعتقد أنه يكفيك. لكن أبي شلايم لديه شرائط مسجلة بأحاديثه مع الملك حسين، وهو على حال يسجل، وبتاريخ 17 فبراير 70 هو بالضبط بعد شهر تقريبا بعد أن أعلن أنه جمال عبد الناصر ذهب إلى زيارة سرية في موسكو، وأنه في تواجد سوفيتي جاي للدفاع عن العمق، وأنه في أسلحة صواريخ جديدة، وأن الحرب القادمة هي حرب صواريخ، وأن مصر تأخذها على هذا الشكل وترتب لها. وهذا الحقيقة يعني تصور سابق كان في الحرب بدأ بعد منعم رياض، وأنا عشان نبقى واضحين يعني الملك حسين بعد في ذلك الوقت الملك حسين، وطبقا لكلام أبي شلايم وطبقا لما قاله الملك حسين وسجله أبي شلايم وبصوت الملك، بيقول انه بعث في ذلك الوقت يوم 16 فبراير بعث الى الحكومة الاسرائيلية سنة 70، بعث الى الحكومة الاسرائيلية بثلاث اسئلة. بعث الاسئلة عن طريق النائب السفير الامريكي في عمان، وهو أورين زورن، راح الملك قبله وقال له بلغه ثلاث اسئلة كتبها املاها عليه تقريبا طبقا لرؤية الملك. السؤال الاول، هل توافق اسرائيل على ان تنتهز فرصة قيام الملك بتصفية فصائل المقاومة المتربصة بعرشه والمستعدة للدخول في معركة ضده وضد اسرائيل في لحظة ما من هذه السنة؟ هل يمكن لاسرائيل ان تتعهد بان تقف بعيدة عن هذه العملية اذا الملك اضطر الى سحب قواته الموجودة على الجبهة لكي يستعملها في الداخل في عمان مع الفدائيين؟ حاجة تانية، هل يستطيع الملك أن يطمئن إلى أن إسرائيل حتى إذا واجهتها عمليات فدائية قامت بها المنظمات أنها لن ترد بغارات انتقامية حتى لا تشوش على معركة الملك مع المقاومة؟ هل تستطيع أن تعطي هذا التعهد؟ نمرة ثلاثة، هل يستطيع الملك أن يعتمد على إسرائيل في حالة ما إذا هاجمه جيران له بدعوى نصرة الفدائيين؟ هنا الملك كان بيتكلم بوضوح على سوريا المجاورة وعلى العراق، لأن العراق في ذلك الوقت كان عنده ما بين 14 ل 17 ألف جندي موجودين في الخلف وراء معسكرات الزرقاء في الأردن، ودخلوا من ايام الحرب وقالوا حيطلعوا لكن ما طلعوش، لكن كانوا موجودين، لكن كانوا موجودين قوة يمكن ان تتدخل في حالة ما اذا حدث شيء في عمان. فالملك كان عايز يسأل، واحد، هنخفف الخطوط وهنصفي المجموعات الفدائية، هل ممكن فضلكم لا تستغلوا فرصة تخفيف الخطوط؟ والحاجة الثانية، هل لا تقوموا بعمليات انتقامية في الوقت اللي احنا بنشتغل فيه ضد الفدائيين؟ والحاجة الثالثة، إذا حدث أنه إحدى قوى الجوار من غير ما تتسمى سوريا أو العراق، قوات العراقية اللي في الأردن يعني تدخلت، هل تساعدونا؟ رجع له أخونا أوين النائب السفير في عمان، رجع له بردود،
بالنسبة للطلب الأول أن الملك يستطيع أن يسحب قواتنا الجبهة، وإسرائيل لن تستغل سحب قواتنا الجبهة لأي هدف. والحاجة الثانية أنه إسرائيل لا تستطيع أن تقبل عمليات انتقامية يقوم بها الفدائيين وسوف ترد عليها، وبالتالي فطلبه في هذه النقطة مرفوض. فيما يتعلق بالطلب الثالث وهو موضوع الجيران، إذا حدث من أنه أحد منهم حاول أن يساعد الفدائيين، فالرد الإسرائيلي كان هو أننا سوف ننظر في ذلك في حينه، لكن في هذا الوقت نحن لا نستطيع أن نعطي التعهد. في ذلك الوقت في تطمينات في أجزاء من كلام إسرائيل للملك حسين، لكن حكاية أنهم سوف يقوموا بغارات إذا حصل بغارات انتقامية إذا حصلت عمليات ضدهم، وأنهم ساعتها هيتكلموا فيما يمكن أن يفعلوه مع الجيران، قلق الملك حسين شوية، وبالتالي قرر أنه في فبراير أنه حينتظر الظروف. هو عنده ما لديه لكنه حينتظر الظروف، لكن لم يغير الملك أهدافه في حاجة، لم يغير أنه عاوز يصفي الموقف في عمان قبل ما ينفجر ضد بركان. وهنا أفيشلايم بيقول أنه الملك موقفه ينطبق عليه، تأجيله لم يكن يعني تغيير موقفه، لكن كان يعني، وهو استعمل التعبير الفرنساوي الشهير في وصف هذه الحالة، أنه الملك قرر أنه ريكولي بور بيان سوتي، أنه سوف تراجع لكي يستطيع أن يقفز إلى أبعد. الموقف متوتر والنوايا واضحة، ومع اللي حصل في الجبهة وفي عندنا في مصر ومع كل التطورات الجارية وحائط الصواريخ والواضح في حاجة حصلة في مصر، أظن أنه جماعات المقاومة فوجئت بأنه في ذلك الوقت لم تستطع أن تفهم بالضبط أنه مصر تعمل كده ليه. مصر قبلت مبادرة روجرز وليس مشروع روجرز، ولكن في قدامهم وقف إطلاق نار، وقف إطلاق النار بدا لهم قلق. وعلى أي حال ما هو مهم في ده؟ أنهم بدوا يهاجموا الموقف المصري، وأنا شرحت كيف أننا اضطررنا إلى إغلاق إذاعات فلسطين في القاهرة. وتصور الملك، وده طبيعي جدا، أنه خلاف فصائل المقاومة مع مصر قد يعطيه غطاء، لأنه قد يعطيه غطاء من حيث أنه بيرفع الغطاء المصري عن المقاومة الفلسطينية. وأظن هنا كان في غلط في الحسابات. المقاومة أخطأت في اعتقادي، منظمات الفلسطينية أخطأت وهي تهاجم الموقف المصري عن غير علم، والملك أخطأ لأنه تصور أنه خلاف مصر مع الفلسطينيين أو مع منظمات المقاومة يعني أن مصر رفعت غطائها السياسي عن المقاومة. وهنا سلاسل أخطاء مرات تؤدي، لأنه الانفجارات مرات تحدث لما تتصادم عوامل عند لحظة معينة. هنا كان واضح أن في طبقات في الأرض السياسية، تكتونيك موفمنتس، في حركات زي حركات طبقات الأرض في البراكين، لكن في أخطاء، في حاجات، في أشياء، في حركة مندفعة بغير حساب وسوف تحدث تصادم على وجه اليقين. المقاومة تتصور أنها تقدر تتصدى لسياسة مصرية هي لا تدرك براميها، والملك حسين يتصور المقاومة انكشف الغطاء المصري عنها، وبالتالي فالفرصة ملائمة وبدت حدة اشتباكات ترتفع وتزيد في عمان. في ذلك الوقت بدأ أنه الملك حسين على وشك أنه يعمل خطأ كبير جدا، وجرى اتصال معه ودعا جمال عبد الناصر إلى أنه يقابله، ويجي يقابله ويقابله في اسكندرية. وقصد باسكندرية في ذلك الوقت أنه بشكل ما اعطاء رسالة للملك. اسكندرية هو قعد فيها سنين بيدرس في كلية فيكتوريا، وأظن أنه جمال عبد الناصر رأى أنه الاجتماع تبقى في اسكندرية، لأنه في قصر أستين بالتحديد، لأنه اسكندرية تعطي الملك إحساس بشعور حميمي مع اتجاه مصر، وأنه يعرف أنه هذا بلد بيحتضن ناس كتير قوي من كل اتجاهات، بيحتضنهم بالعلم وبيحتضنهم بالثقافة وبيحتضنهم بالسياسة وبيحتضنهم بالفن وبالأدب كل حاجة. وأظن أريد أنه الملك يجي وهو مطمئن، لأنه بدأ ما يحدث في عمان مقلق، بدأ أنه في اشتباكات وفي ضرب، وأنه عمان على وشك تنفجر يعني.
ملك حسين بيقول انه هيفرغ من بعض الحاجات بعض المهام وهيجي يقابل جمال عبد الناصر، وواضح انه عاوز يجي وقد صفى الجزء الاكبر من المقاومه. بيبعت له جمال عبد الناصر بيقول له اذا انت ما كنتش قادر تيجي انا مستعد اجي، لكن مجيي في عمان في هذه اللحظه سوف يؤدي الى تفاعلات ما حدش فينا يقدر يدرك مداها. والملك ادرك معنى الرساله وجا اسكندريه. وصل الملك اسكندريه يوم 22 اغسطس سنه 70، والازمه الموقف في وقف اطلاق النار قلق، والحائط الصواريخ دخل الجبهه، وعدم الفهم في شان مرامي واهدافه موجود وشائع في المقاومه. في فصائل كمان مدفوعه باشياء كتير جدا، في فصائل موجود فيها اشي تيار اسلامي، اشي تيار اسلامي، بعث عراقي، بعث سوري، ماركسي، خليط لا حدود له. جنب التصورات الثورية الكلام عن الثورة، اللي لأنه الثورة بالدرجة الأولى عمل علمي، في فرق كبير جدا بين الثورة كعمل كعلم حقيقي وكعمل مدروس ومفهوم وقوال اجتماعية جاهزة ودواعي للتغيير الحقيقي وتصوراته لمستقبل جاهزة، وبين العمل العشوائي يعني. لكن على حال ملك جاه، ملك جاه والموقف كله مدلهم وفصائل مقاومة موجود. أنا شفت الملك وقتها، أنا سبت وزارة الخارجية لكن موجود وزير إعلام في ذلك الوقت وعضو في الوفد الرسمي، والملك طلب أن يشوفني الصبحية، دعاني على فنجان قهوة في الصالون اللي هو في صالون الجناح اللي هو كان قاعد فيه في قصر 60، وبدأ بيقول لي الإعلام المصري كان مضايقه، لكن هو تفاءل خيرا بانه انا اللي طلعت قرار قفل الاذاعات الفلسطينيه. فهو بيقول لي الصبحيه كده على طول اول ما دخلت، قال لي استاذ زيكل شفت عملوا فيك انت كمان؟ قلت له فندم ده قضيه ثانيه، انا الحقيقه كان ممكن اقعد اشرح معاه كتير قوي، لكن انا لم ارد ان استبق لانه انا شفته حوالي الساعه 9:30 10 الا ربع، وميعاد بدء الجلسة الأولى في المفاوضات وأنا عضو في الوفد الرسمي الساعة 11، وأنا أعلم ما سوف يقوله جمال عبد الناصر لأنه كان في اجتماع سابق وبحثنا في الطرف المصري بحث فيه ما سوف يقال للملك، لأنه كان مطلوب توجيه رسالة قوية للملك، وأنا لا أريد أن أستبق، مش من حقي ولا سلطتي ولا واجبي أنه أستبق ما يمكن أن يقوله جمال عبد الناصر الملك، فأنا بسمع الملك تقريبا دون اجابات، وبحاول بقدر ما استطيع ان لا اجيب على شيء، لكن مش عايز ابقى كمان قاعد قدامه صنم يعني. فهو بيتكلم بيقول لي عملوا كذا، وانا قلت له يعني في بعض الحاجات مفهومه يعني، في بعضها مفهوم وبعضها في تجاوز، وانا والله كنت حزين جدا وانا بعمل هذا الموضوع قفل اذاعه اغلاق الاذاعه. بدا يحكي لي عن اللي هو بيعملوه في عمان، وانا بديت اسمع له وانسعدت ان هو بدا يحكي، وبعدين هو بدا يبدي اعجابه ببعض الحاجات في قصر 60، ويبدو انه قبل كده كان حضر في قصور اخرى، وانه في راس 60 حضر مؤتمر قمه، لكن كان قاعد بره القصر وكان بيحضر بس اجتماعات في احدى قاعات القصر. وقصر 60 من اجمل قصور الملكيه في مصر، وهو مملوءه محمد علي. وانا اتذكر ان انا يومها بقى، واظن عملت شيء مش عارف اذا كان صح ولا غلط، لكن انا قلت حكيت للملك لانه انا عاوز اكسب وقت، انا قدامي معاه نص ساعه ولا حاجه وهو اتكلم وانا هتكلم، فهو حسيت انه معجب بقصر راس 60، فبديت اقول له عن محمد علي وبنى قصر راس 60. وبعدين دعيته في قاعه انا عارفها في قصر 60، شفتها مرات قبل كده يعني، وقلت له القاعة دي أجمل لأنه الفن يعني يكاد يكون المهندسين الطرينة اللي جابهم محمد علي نقلوا له قطعة من فينيسيا هنا في قصر 60، وقمنا تمشينا عليها وفيها شباك كان مفتوح، وقلت له ده الرصيف، رصيف الميناء، ميناء راس 60، ده الرصيف اللي مشيت منه المركب المحروسة وهي تأخذ الملك فاروق إلى المنفى. وقفنا بصينا، وانا ما اعرفش اذا كان الملك
وصلت له الرسالة أو لم تصل، لكن أنا بعد لما حكيت الحكاية لجمال عبد الناصر هو اعتبر إنه هذه كانت إشارة لا بأس بها، يعني ما كانش زعلان منها على أي حال. وقام عاد المحادثات، دخلنا على الجلسة وقعدنا كلنا في المحادثات، وبدأ مسألة مهمة جدا. يعني أنا قدامي محاضر هذه المحادثات، احنا عملنا جلستين في هذه المحادثات. في أول جلسة الرئيس عبد الناصر قال له هذا الموقف اللي جاري في عمان نحن لا نستطيع قبوله، وأنا أريد أن أسمع منك. بدأ الملك يحكي عن تجاوزات المقاومة، الدولة داخل الدولة، طلع خريطة لعمان وبدأ يوري فيها المواقع. هي دي الخريطة اللي هو طلعها الملك على فكرة، يعني لأن أنا خدتها بعد كده. بدأ يوري فيها المواقع وكيف أنه هذه المواقع متداخلة، وأنه هذه نذر حرب أهلية، لأنه تلال عمان السبعة قريبة من بعضها. وبدأ يقول أنه حتى على جبل الحسين اللي عليه قصر الملكي قصر غدان في مخيم لاجئين، في قيادة الصاعقة، في قيادة فتح، في قيادة جيش التحرير الفلسطيني، وأنه الموقف متداخل، وأنه الجيش الأردني هايج على الملك، وأنه الجيش الأردني ينتظر أمر من الملك بتصفية المقاومة مرة واحدة في ضربة واحدة، وأنه الملك لا يقود معركة ضد الفدائيين، لكنه أكثر ما يقلقه هو أنه يكبح جماح الجيش، لأنه الجيش لا يقبل هذا إلى آخره. بدأ الملك شرح موقفه وخطورة ما يجري وإلى آخره، وبدأ جمال عبد الناصر يرد عليه وبيقول له إن أنا نمرة واحد، أنا مستعد أفهم موقفك، وإحنا فاهمين حاجات كتير قوي، ونحن ضد تجاوزات، وإحنا شفنا بعض هذه التجاوزات وتصدينا لها، لكن تصدينا بمنطق معقول، مفيش فيه سلاح. قضية استعمال السلاح ضد فصائل المقاومة هذه قضية خطيرة لا يمكن السكوت عليها. في مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة هي الاتصالات بينك وبين المقاومة، ونحن نعتقد أن هناك خطأ في هذه الاتصالات، لأنها تجري عن طريق أناس نحن نعرف بعضهم ولا نثق فيهم. ونحن نقترح عليك أنه تجعل من أخوك الأمير الحسن هو واسطة اتصالك مع المقاومة، هذا أخوك وأنت تثق فيه، ونحن على استعداد أن نقبل أنه هو ده يبقى حلقة اتصال بينك وبين المقاومة، تتلقى رسائل منه أو تبعث لهم رسائل عن طريقه، لأنه نحن نريد أن تطمئن أنت وأن يطمئنوا هم إلى أنه الاتصالات بينكم لا تترك مجال لسوء فهم. وبعدين بدأ يقول له بوضوح، قال له أنا فاهم معك حاجات كتير، لكن عشان تبقى مسائل واضحة بأرجو ضبط النفس، وعايز أقول لك أنه مصر لا تستطيع أن تسمح بتصفية فصائل المقاومة وبوضوح، ونحن لا نريد لأحد أن يخطئ في الحساب، نحن لن نسمح بتصفية فصائل المقاومة، ونرى أنه حتى في تجاوزاتها نحن نستطيع أن نفهم دواعي بعض هذه التجاوزات، ولكننا نرى أسلوبا واحدا فقط وهو الحوار معها بقصد وقف هذه التجاوزات. لكن الملك وهو بدأ، يعني أنا بقى مستعد أتصور أنه فهمنا لموقفه أو إظهار فهمنا لموقفه، فاهمين أشياء قد يكون أغراء أو قد يكون بعض المحيطين به بدوا يصورون أمور على نحو مختلف، أو يطمئن في تحريض أمريكي كمان كان شديد جدا في عمان، لأنه بلاقي أنه في هذه الفترة كيسنجر وروجرز في عملية تحريض للملك أن ينهي هذه الصفحة في عمان وأن يؤمن ملكه وأن يصفي الفلسطينيين، ولا اعتقد أنه إذا صفيت فصائل المقاومة إذن فقد قفلت أغلقت جبهة خطيرة جدا لأنه هذه في المشرق، لأنه هذه الجبهة المشتعلة في عمان إذا أخمدت بالقوة سوف تؤثر على سوريا وسوف تؤثر على العراق، لأنه لا تجعل لهم قضية. كل دعاوى الواقفين في القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فإذا ضربت رموز مقاومته في عمان وخمد الثورة الفلسطينية مع وجود أرض الضفة الشرقية الغربية محتلة والضفة الشرقية الأردن لا صوت فلسطيني عليها، إذن فقد تغيرت أشياء كتير جدا. بعد أن سافر الملك حسين نحن أيضا دعونا ياسر عرفات يجي، وجرت لقاءات بينه حول التهدئة، وجاء بيني في مكتبي في الأعراب أول ما وصل، وناقشته في قرار إغلاق محطات الإذاعة الفلسطينية،
وقلت له انه هذا لا يجوز، وانه وقابلته في الاهرام وكان خبر نشره مجيئه في الاهرام، انا قصدت ان احطه في الصفحة الاولى واحط صورته معايا خلافا لقواعد انا اتبعتها، ولكن الحقيقة كان لازم انه هم ايضا يعرفوا. اول حاجة يعرفوا موقفنا، الحاجة الثانية يعرفوا حدود ما تكلمنا فيه مع الملك حسين لكي لا يكون هناك خطأ في الحسابات من جانبهم هم ايضا. ملك راح والمعارك بدت تدريجيا لحظة بعد اخرى، نقلة بعد اخرى، انه هناك مسألة جدية في تصفية المقاومة. الرسالة اللي خدها الملك اما انه لم يفهمها، اما انه اراد ان ياخذ جزءا منها المتعلق بان احنا بنفهمه، اما انه هناك تحريض اقوى، اما انه تصور انه مصر قد تتضايق لكنه هتعمل ايه يعني. وبالتالي بدا يبقى في معارك بتشتد، بدات عناصر المقاومه الفلسطينيه طبعا تستغيث بالقاهره، وبدا انا قدامي كل التقارير الامريكيه والانجليزيه والاسرائيليه والفرنسويه، وكلها بتقول انه الملك قادر على تصفيه المقاومه. وانه مش بس كده، قال الملك في هذه اللحظه الخطيره ثم اتخذ قرار، لانه في بعض المدنيين في الاردن قلقين، في بعض السياسيين قلقين، فاذا بالملك يؤلف وزاره عسكريه. وزاره عسكريه حتى تكوينها مقلق. المرسوم الملكي بتشكيل وزاره عسكريه قدامي اهو، يوم 14 سبتمبر الملك بيطلع قرار انه الزعيم محمد داوود رئيسا للوزراء ووزير الخارجيه، ده رئيس اركان حرب القوات المسلحه الاردنيه. الزعيم مازن العجلوني وزير نائبا رئيس الوزراء ووزير دولة. اللواء الزعيم الركن، زعيم الركن، زعيم الركن العقيد، المقدم، الرائد، وزارة عسكرية كلها رتب عسكرية. وهي ملك يريد أن يقول لكل الناس أن جيشه الأردني كله واقف وراه، وأن جيشه هو في هذه اللحظة متولي المسؤولية السياسية والمسؤولية العسكرية. أخونا أبو عمار عمالي بعت لي رسائل، رسائله كلها جزء كبير جدا منها رايح للفريق صادق رئيس أركان حرب، وهو على صلة بي من أيام بداية تسليحه بواسطة الاتحاد السوفيتي، لأنه هو عن طريق المخابرات العسكرية كان تسليحه بيجري وبواسطتنا، وكل المساعدات المصرية راح عن طريق الفريق صادق. فالفريق صادق بتروح رسائل استغاثة، وأنا كمان باعتباري صلة الوسط، كمان باعتباري وزير إعلام يعني. وبعدين إذاعتنا في ذلك الوقت بتحاول تدي سند إعلامي يعوض حتى ويعوض ويزيد بكتير قوي عن فقدان الإذاعة الفلسطينية من القاهرة. فأبو عمار عمال يبعت لي رسائل، وبعضها صحيح وبعضها في مبالغة وبعضها إنشائي وحماسي قوي. لكن ألاقي أبو عمار بعت لي رسالة بيقول لي فيها مطلوب ان انا اوديها للرئيس جمال عبد الناصر، بيقول فيها: سياده الرئيس، ذهبت فرايت المعسكرات، زرت المعسكرات اليوم ورايت، ويا هول ما رايت، يا هول ما رايت. وبدا يحكي، وانا عارف ابو عمار مرات لما يستطرد في وصف المآسي يستطيع انه يخليها مش بس دراما اغريقيه يعني، الدراما حتى يعني دون حبكه، لانه يبقى الوجه المبالغه فيها مرات تاخذه مرات النزعات الخطابية، فيسرف جدا في استعمال الألفاظ والأوصاف. لكن بالفعل كان في معارك. الرئيس عبد الناصر بدأ يقلق من هذا الاتجاه اللي واخداه الحوادث. يعني أبو عمار بعد في ذلك الوقت بيقول إنه في معسكر قتل منه 25,000 امرأة ورجل وطفل، ما كانش صحيح. يعني أقصد هو قتل رجل واحد ولا طفل واحد كفاية يقلب الدنيا كلها، لكن لما حد يقول 25,000 ثم يطلع أنه كل الموجودين كل الضحايا في ذلك الوقت يعني ما زادوش عن 30 أو 35، هذا كثير بأي معيار في الدنيا. لكن المبالغات الحقيقة بدأ يحس جمال عبد الناصر أنه سواء بوزارة عسكرية، هذه إشارة لا ينبغي أن يخطئ فيها أحد، والحاجة الثانية وزارة عسكرية إذن فهي مواجهة إلى الآخر، والملك أراد أن يقول بوضوح أنه ماضي في هذه المعركة إلى آخرها. وبعدين أبو عمار وبقى فصائل المقاومة كمان بدأ
العراقيين وغير العراقيين، القوات العراقية تقول لهم، تقول بلغ الفدين أن نحن سوف ندخل بالقوة إلى عمان ونسقط نظام الملك. وبدأ السوريين يبقى عندهم بشكل أو آخر في موقف هرجع أتكلم عليه فيما بعد. لكن على أي حال بدأ يبقى واضح في عماني في موقف قلق، وجمال عبد الناصر قلق جدا، لأنه الأمور هذا البركان في الأردن على وشك أن ينفجر ومدمر بطريقة مدمرة. فقرر إرسال الفريق محمد أحمد صادق إلى عمان برسالة للملك، وبيقول له بالرسالة كانت فيها، وراح صادق شاف الملك، شاف الملك عدة مرات، بيقول له فيها ما تم الاتفاق عليه في الإسكندرية لم يكن هذا الذي تنفذونه، وأنه الرسالة الأساسية كانت هناك إشاعات أو هناك من يشيع أن القاهرة موافقة على اللي أنتوا بتعملوه، وهذا ينبغي تصحيح. الملك عمال يقول الوطن والفداء وحكايات كبيرة مش عاوز اجعلها تاني، لكن هو كان دايما في الخطاب الهاشمي في هذا الحديث عن الشهادة دون شهادة الحقيقة يعني، ويعني لكن بعضه انا في التاريخ العربي احنا بنعرف كتير قوي الخطابة غلبة على اشياء كتير قوي، والناس بتأخذها الالفاظ يعني. دايما كان يتقال على تشرشل، واحد من المؤرخين مهمين ماكس هيستينجز قال على تشرشل في الحرب، قال انه تشرشل بخطابته البليغه جند اللغه الانجليزيه عسكريا ثم دخل باللغه جيشا الى المعركه. بعض ده بيحصل مرات عندنا لانه الكلام بياخدنا وطنين الالفاظ العربيه ووقعها مرات يبقى اقوى قوي من اي حاجه في اللغه الانجليزيه. لكن على حال صادق لقى قدامه موقف لا يمكن انه لا يستطيع ان يقبله، وبدت تقاريره الى القاهره واضح انه برغم تحذيره للملك في اصرار، وفي وزاره عسكريه تعتبر، وراح صادق شاف رئيس الوزاره العسكريه، وراح شاف الملك زي ما قلت مرتين او ثلاثه، وهو يتلقى وعود انه لا ده هنا في غلط وهنا معلومه دي ليست دقيقه. وابو عمار طبعا شاف ياسر عرفات، القي القبض القوات الاردنيه بتعبئه بالدخول الجيش بهذه الطريقه الواضحه بحكومه عسكريه، اتقبض على ابو اياد اللي هو مسؤول الرصد، واتقبض على اخرين في من القاده الفلسطينيين على ابو جهاد مثلا. وبدا انه الموقف بيتطور، وبشكل ما الامريكان حتى التقارير كلها قدامي والإسرائيليين متصورين الملك قادر بالجيش بولاء الجيش بضمان ولاء الجيش على أن يصف المقاومة، وهذا هو الاعتقاد السائد لدى كل لدى جميع. موقف بدأ يبقى في القاهرة بدأ يبان أنه الملك ماشي إلى غير مراجعة. يتقرر في هذا الوقت سحب الفريق صادق، لكن الفريق صادق قبل أن ينسحب تصل له رسالة من القاهرة مكتوبة عليه أن يبلغها الملك، وأنا بعتقد أنه هذه الرسالة من أهم وثائق السياسة العربية في ذلك الوقت، لأنها بتوري الموقف صريح. هنا قدامي في تقارير الفريق صادق عن مقابلته مع الملك، قبضوا على أبو إياد وفاروق قدومي وبهجة أبو غربية، الملك بيقول له أنا هبعت تقرير للرئيس، الملك المعارك مستمرة إلى آخره، فبيروح له في الآخر رسالة بيقول له اطلع من عمان وسلم هذه الرسالة للملك من جمال عبد الناصر. بيقول وانا بقول ان دي من اهم الوثائق موجودة في هذه الفترة ويمكن في التاريخ العربي الحديث. الاخ جلالة الملك حسين ابن طلال ملك المملكة الهاشمية، لقد طلبت الى الفريق محمد صادق ان يبلغ جلالتكم بقراري اليه ان يغادر عمان بعد التطورات المؤسفة والمحزنة التي لازالت مستمرة والتي لا نجد سبيلا لوقفها. استمرار العمليات العسكرية بالطريقة اللي جدت لابد أن يتوقف. إن جلالتكم تذكرون منذ لقائنا كذا في 21 خصوص أنني أوضحت لكم وجهة نظري في أنه ليس من المصلحة القومية العليا الآن ولا في صالح نضالنا تصفية المقاومة. نمرة ثلاثة، أنا أدرك أن في أخطاء عند المقاومة، ولكن أي أخطاء لا تبرر هذا الذي يجري. لا أملك إلا بصراحتكم بأن الظروف التي دفعت إلى هذا لا يمكن أن تبقى بدون علاج.
ان الجمهورية العربية تؤمن بأهمية المقاومة الفلسطينية وتؤمن بشرعيتها وتؤمن بفاعليتها في النضال المستمر ضد العدو وكذا، ان الفريق محمد احمد صادق سوف يوجه الى جالتكم نداء اخيرا بوقف اطلاق النار لكي نستطيع جميعا تقدير مواقفنا، وان استمرار تداعي الحوادث بهذا الشكل وكرجاء نهائي فاني ارجوكم الاستجابة الى هذا النداء باسرع وقت. اننا لا نملك ان نتابع ما يجري الان في الاردن ساكتين ولا نستطيع قبول ترديه ساعة بعد ساعة، واريدك بامانة ان تعرف اننا لن نسمح بتصفية المقاومة الفلسطينية ولن يكون في مقدور احد ان يصفيها، وانه انا اعرف لك مواقف مشرفة وسمعتك اكثر من مرة تتحدث عن شعبك عن امتك، وهذه فرصة أخيرة متاحة لنا جميعا لتكون تصرفاتنا على مستوى مسؤوليتنا التاريخية، وليكن توفيق الله معك فيما تقرر جمال عبد الناصر. وبدت خطط تتحط لمواجهة هذا الموقف، كان لابد لهذه الخطط انه نتشاور مع بعض اخواننا في العالم العربي. وفي هذا الوقت حصل اجتماع في القاهرة، حضروا بعض اخواننا السعوديين وحضروا اخواننا في سوريا وحضروا اخواننا في الجزائر، حضروا بعض القوى ثلاث اربع او دول كده. وقرر الملك انه حيبعت الى هذا المؤتمر رئيس وزرائه قائد جيشه رئيس الوزارة العسكرية المشكلة اللي هو الزعيم داود محمد داود، وجاء محمد داود والموقف متوتر على اخره. يعني هذا الذي جرى في ذلك اليوم في هذه اللحظات من سبتمبر وحوادث بتندفع في إعصار بيندفع، ولا أحد يعلم أين يرتطم هذا الإعصار ولا بماذا. حدث شيء غريب جدا، أنا لست في حل أن أحكي تفاصيله كيف جرى كاملا، لكن اللي حصل أن رئيس الوزراء العسكري رئيس أركان حرب وهو في القاهرة بعث إلى الملك حسين باستقالة بيقول له فيها أنه أنا لا أستطيع أن أواصل مهام رئيس الوزراء، رئيس الوزراء القائمة العسكرية المتولية للجيش القائمة على المواجهة. رئيس الوزراء جاء ورأى أمامه ما يكفي وسمع ما يكفي أنه يتبين مسؤوليته القومية فين. في ذلك الوقت كان في قاهرة بتقود، في قاهرة عارفة بتعمل ايه، في قاهرة بشكل او اخر حقيقة لها مكانها في العالم العربي ولها مكانتها، مش كلام جرايد يعني. لكن الزعيم محمد داود رئيس وزراء الاردن رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاردنية اللي بيتولى واللي جاء القاهرة اللي بيتولى المواجهة العسكرية في عمان واللي بيتولى جاي القاهرة يبلغنا بالصورة، هذا الرجل رأى ضوءا بشكل أو آخر، وفي لقاءات مع ناس كتير، ناس محدودين مش كتير قوي لكن لقاءات طويلة، وسمع ورأى ثم قرر أن يكتب للملك جواب استقالة من القاهرة أنه لا يستطيع أنه حيبقى في القاهرة لاجئ. وكان ده تحول، يعني ده تحول مش بس درامي، أظن أنه هذا التحول عشان يبقى واضح قدامنا هذا التحول ليس موقف الملك وحده، وهنا دي نقطة اللي عاوز أنا ألفت نظرها. الموقف في عمان زي ما شرحت، المحاولات فيه كما جرى، فريق صادق وجه إنذار ومشي، وبعدين وجه إنذار بجواب من جمال عبد الناصر ومشي، وبعدين في قوة كبيرة جدا موجودة بتتربص، ونقطة الارتكاز هي الجيش الأردني لأنه هو ده اللي هيعمل، وهذا الرجل بالتحديد والقوة كلها المحيطة بالمنطقة أمريكا وإسرائيل وكل الناس. وفي ذلك الوقت وكان بدأ شاه إيران محمد رضا بهلوي صديقنا اللي بعد كده قلنا أنه ساعدنا معرفش في إيه يعني، لكن هذا الموقف أنا بعتقد أنه عمل برضو عايز أقول باستمرار أنه لا قيمة الأحداث تقاس بمقدار ما تحدثه في زمن وقوعها، لأنه مرات كتير جدا في التاريخ حدث معين يغير قد لا تكون ينسى يمكن. أنا بعتقد أنه استقالة
رئيس وزراء الأردن من القاهرة في هذا الظرف تكاد تكون سقطت من كتاب التاريخ، لكنه الحوادث بتقاس دايما بمقدار تأثيرها في اللحظة التي وقعت فيها ومدى ما فعلته في إعادة توجيه أمور إلى حد معين. الاستقالة محمد داود من القاهرة ومن القاهرة وهو من هو في هذه الظروف أنا بعتقد أنها أشعلت نارا في عواصم أخرى ولدى قوى أخرى، وأعتقد أنه في قرارات كتير قوي اتخذتها قوى أو رجحت مواقف لديها في هذه اللحظة، لأنه ببساطة الملك أصبح غير قادرا على مواصلة معركته قدام الفدائيين، لأنه لما يستقيل رئيس وزرائه هذه معناها أنه هذا ليس رجل وحده، أنه إذن معنى ذلك أن في الجيش، أن في داخل قوات مسلحة أشياء لا يدركها الملك، وهو عندما عين وزارة عسكرية في جوانب فاتت عليه، ودليلها رئيس الوزراء هذا الذي استقال. في ذلك الوقت أنا كنت أيضا ملخوم، أو يعني كنت أيضا مستغرق في معركة أخرى كمان يعني عندي، لأنه كوزير إعلام أنا فوجئت ناس كتير قوي من الصحفيين الأجانب موجودين في عمان، في عمان في ذلك الوقت بيغطوا كميات من المراسلين بلا حدود، ولقيت عريضة جايلي، مش عريضة، جواب جايلي. أنا كنت بعقد مؤتمرات صحفية كل أسبوع، وفي ذلك تلك الأزمة كنت بعمل مؤتمرات صحفية كل يوم تقريبا، لكن لقيت جواب جايلي من المراسلين اللي في عمان، ورئيس نادي المراسلين في القاهرة بيسلمني الجواب، والجواب جايلي أيضا من عمان ومن الخارجية، وهم بيبعتولي بيقولولي أنا هستعمل وثيقة عمان، وثيقة عمان لسيد الوزير محمد حسين هيكل الآتي بعد نص الرسالة المسلم لنا من الصحفيين الأجانب المقيمين بفندق الأردن بعمان والموجهة للسيد الوزير. بيقولولي أنه هم الصحفيين مجموعة أكثر من 100 صحفي من العالم كله موجودين في عمان، وأنهم طالبين مني كصحفي وكمسؤول كوزير إعلام في مصر أنه أرتب طريقة لخرجهم، لأن المعارك انحصروا في المعارك والنار حواليهم في كل مكان، وأنا كصحفي لابد أن أتحمل جزء من هذه المسؤولية، وأنه لابد أشوف طائرة. وبالفعل أنا ده موضوع أنا لقيته، لأنه الرسالة موقعة أول واحد فيهم أنا بعرفه أرنولد بورغراف، بعد كده بقى رئيس تحرير نيوزويك، وبعدين توهي ومارتن، في عدد من المراسلين وقعوا الجواب، وفي أنا عارف أن في 100 مراسل. طيب أنا عاوز أشوف طريقة أعمل فيهم حاجة. في وسط كل هذا كله أنا بكلم، بحاول أكلم ملك حسين. ملك حسين كان بعد استقالة داود ما كانش مساعد يظهر يكلم حد، لكن على أي حال أنا وصلت رسالتي، هو ما أخدش المكالمة، لم يرد على المكالمة، وأنا بعت له قلت لهم أرجوكم إبلاغ الملك أنه أنا شخصيا بترجاه أنه هنبعت طيارة تاخد هؤلاء الصحفيين وتجيبهم القاهرة. ما كانوش بيردوا. كلمت الفريق صادق، هو عنده طيارات بعد ما رجع هو من عمان، عنده طيارات. فطيب قال يروحوا المفرق، يروحوا قاعدة المفرق وهناك نبعت لهم، نشوف طريقة نبعت لهم طيارات، لكن مطارات عمان كلها مغلقة. عدنا نحاول، فأنا في وسط الهيصة دي كلها بنحاول نشوف طريقة أيضا لإخراج الصحفيين الموجودين. في ذلك الوقت أيضا ألاقي برقية جاية لي موجهة لي من أبو عمار. أبو عمار بيقول إيه؟ بيقول لقد خدعنا العراقيين. ليه يا سيدي؟ خدعوا العراقيين، قالوا له هيتدخلوا بال 17,000 عسكري الموجودين في قاعدة الزرقاء، وثم لم يظهر لهم أثر عندما بدأت المعركة. كل ده كان يعني في تلك الفترة، كل بركان عمال تفاعلاته وغليانه وزلازل ورجات إلى آخره، لكن في حاجة كانت واضحة وهي لها أثرها فيما بعد، أنه كان في عاصمة معينة ممسكة بزمام موقف معين تحركت فيه غضب التاريخ
قريبة من غضبة الطبيعة زي البراكين والزلازل، لكن في يد قوية في القاهرة ممسكة تحاول أن تمنع تداعيات هذا من أن تتحول إلى انفجار يأخذ الكل إلى الهوية. صباح الخير.